مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من جمال الفولكلور والثقافة. اليوم حنتكلم عن أنا ونسرين، طبعا زي دائما اللي بدنا نسميها كنار كنار. شكرا دكتور جمال. حنتكلم اليوم عن الثقافة الكردية. الثقافة الكردية هي ثقافة جميلة رائعة، فيها إبداع سواء موسيقيا فنيا. حنتكلم عن شغلات كتير اليوم، لكن عجبتني مقدمة هيك حقرأ لكم إياها وحكي لكم إياها عن التراث. التراث الشعبي والفولكلور هو يعتبر من أهم المعالم الوطنية للشعوب، لأي شعب من الشعوب. الإطار هذا اللي بيحدد التراث يعبر عن تعبير صادق عن حقيقة هذا الشعب، ويمثل مع خلاصة معارفه وتجاربه وخبراته وخبرات أفراده خلال آلاف السنين أو مئات السنين حسب عمر هذا الشعب، لدرجة إنه ممكن إنك تشوفي المرء من خلال الطبيعة اللي بعيش فيها هذا الشعب، ممكن تشوفي الفلسفة والثقافة اللي عاش فيها الشعب، المعتقدات والتقاليد والحكمة اللي بتميز هذا الشعب. طبعاً اليوم نتكلم عن الفلكلور الكردي والشعب الكردي اللي هو يعيش بيننا، أخ وصديق وموظف معنا في العمل. حبينا اليوم نتعرف عنه أكثر، نتعرف عن هذه الثقافة، عن هذا الفلكلور، عن جمال هذا الشعب وثقافته. نسرين، ما بعرف إذا بتعرفي حدا من الأكراد إلك تعامل معه. احنا نسبنا الاكراد لانه ماما هو بنت عمها، ماما بنت عم ماما يعني زوجها كردي من كردستان، يعني كردي كردي من كردستان، وكان عرسهم ببرلين بالمانيا، وكان عبارة عن يعني عرس فولكلوري رائع جدا من الموسيقى والزي. ويعني انا وصلني مقاطع من العرس انبهرت بصراحه، لانه شفت قديش اللحمه الجميله بين الشعب الكردي، وصار في انصهار بين يعني بزواج طبعا وقصه حب بين صبيه فلسطينيه وشاب كردي، فكتير حلو كانت تشوف النهايه السعيده طبعا او البدايه السعيده طبعا لحياتهم بهالعرس الرائع. لكن ما لفت لي نظري هو ايضا كيفيه حفاظهم على فولكلورهم، من بدءا من الزي، بدءا من احترام الكبير، كبار العائله الذين يلبسون لباس البشمركه، وايضا الذين رقصوا طوال العرس على الموسيقى الكردية الجميلة، وكانوا طبعا يرتدون الحلي والذهب واللباس الكردي التقليدي. فكانت لوحة رائعة، لوحة جميلة جدا، وفعلا أسعدت قلبي أن أرى هذا كم الحب والانصهار بين هاتين الحضارتين. يعني ما في أجمل من هيك بعد، صح؟ أكيد أكيد أكيد. لكن أكيد هي الأكراد يعني عاشوا ويعيشون ويمتزج، ونحن ممتزجون مع بعضنا البعض في هذا الموزيك الجميل. وطبعا نحن أيضا يعني كلنا تطبعنا ببعض، بعادات وتقاليد بعض، وموسيقى بعضنا البعض، وأيضا بأكلات بعضنا البعض. أكيد فيعني أكيد، يعني إحنا جيراننا تبادل حضاري يس جيراننا يعني أكيد، وأهلنا وعزوتنا زي ما بنحكي. طبعا هو تبادل حضاري، وأنت تتكلم عن التراث. التراث هو الهوية الوطنية والحضارية والتاريخية، مجموعة حكايات تناقلتها الأجيال كونت التراث، كونت هذه الهوية. وأنا سعيدة جدا أن هذا الشعب لا زال يحافظ على جماليات حضارته وعلى نعم فولكلوره إلى الآن. نعم تحب تعرفي بضيفنا؟ رح أعرفكم طبعا بضيفنا نوروز، نرحب به معنا ضيفا في هذه الليلة وهذه الحلقة من جمال الفولكلور والثقافة الكردية. أهلا أهلا وسهلا وسهلا، فيك نوروز. أهلا وسهلا بكم. مرحبا سيدنا سليم، مرحبا دكتور جمال. شرفتنا
يا هلا، نروز شرفنا. قبل هذا الشعب لا زال يحافظ. سوري، قبل ما نبدأ في دف نعم. وراك نروز، إيش مكتوب عليه؟ نعم. والله صراحة هذا عليها الشعر، وكاتبينها بخط الشكستة بيسموه، هذا نوع من خطوط النست، خط النستعلق، بس بيسموه شكستة، نستعلق شكستة بيسموها، يعني المكسور المعبر هاي معناته. فعليها الشعر صوفي شيء شيء. واللي جنبه بزق، اللي جنبه هذا سيتار، عليها ثلاث أوتار، اللي بكل بيت كردي بإيلام أو مناطق كرماشان أو خانقين بطرف العراق. كرماشان صايرة بطرف كردستان الشرقية، أو نحن نقول أو إيران، إيلام، قصر شيرين، هذول بكل بيت بها الآلة. بيختلف عن البزق؟ تقريبا نفس الفكرة، نفس الفكرة. والبزق جاي من هذا تقريبا، البزق، العود، العود، بوزوكي، طنبور، كله جاي من هذا. يعني قبل هاي الآلة في الطنبور، طنبور بيكون طنبور. وترين بيعزفوا عليها بالطقوس الدينية. هلا نعم، احنا دخلنا اول شيء في الديكور لانه هيك من وراك، فقلنا خلينا نعرف ايش الشغلة الحلوة هاي اللي موجودة. بيتنا اهلا وسهلا فيك يا نوروز، في بيتك، بين عائلتك، في كنار، انت مشرفنا ودائما بتشرف. احكي لنا عنك يا نوروز. نعم، نوروز من سليمانية، كردستان العراق، يكون مدينة سليمانية، محافظة تقريبا شيء أكثر من 2 مليون شخص بالمدينة، من نفس المدينة. فمكمل دراستي ودرست موسيقى هونيك، ودرست الاقتصاد، بكالوريوس تخطيط اقتصادي درست، من ضمنها موسيقى من صغرنا. وبس هي صار لي تقريبا 20 سنة بكندا. موسيقى درستها في العراق؟ درسناها من صغرنا درسناها. نعم نعم نعم، ودرستها بالمعهد اللي عندنا، الفنون الجميلة بيسموها. هل يوجد من هو موسيقي في المنزل ولا كانت هواية كده بس؟ والله تشجيع الأهل، ما كان في موسيقي بس تشجيع الأهل. أنا وأخي بيعزف ترامبيت، أخي ترامبيت، آلات نحاسية، ترامبيت وتاكسيفون وإنجلش الكورنت. وانت ايش بتعزف؟ انا بعزف تقريبا، بلاش لك، انا ملتي بلاير، يعني بحب كل الالات، فبعزف تقريبا كمان وتريات، بعزف اكثر شيء عود، صندوق. يعني بتعزف اشياء مش تراثيه، اشياء عاديه، يعني مش في شيء تراثي بتعزفه؟ اكيد، مثلا عود، الات الايقاعيه، مثلا الداف، ضرب، ايقاعات، الات الايقاعيه، بيجي وراها الطنبور، التار والسيتار والصنطور. عنا بالعراق وكردستان كمان، عنا ببغداد كمان في صنطور، ما بظن في بالدول العربية غير العراق صنطور، ما في غيرها. هل في الجوزة، هل الجوزة انكلودد يعني موجود؟ جوزة انكلودد، جوزة انكلودد، الجوزة انكلودد. انا بعزف تشيلو، انا من عشاق الجوزة يعني. جوزة، يا جوزة، فانا بعزف تشيلو، بعزف تشيلو، آلة التشيلو كمان الشرقي والغربي. الجوزة سهلة علي تقريبا. حلو. فنان شمولي ما شاء الله. فنان شمولي. طبعاً أهل السلمانية رحبون فيك وقولوا لك ما شاء الله مدينة مطورة وجميلة، إن شاء الله ربنا يحفظ أهلنا في كل مكان، وأهلك إن شاء الله يكونوا بخير وسلام، وكل أهلنا في كل مكان. حابين نبدأ عن موضوع الفلكلور. أنت يعني كممثل الآن للثقافة والفلكلور الكردي، من وين بدك تدخلنا؟ أول شيء من الفن، ولا من الزي، ولا من العائلة، ولا من الأكل؟ من وين بتحب تدخلنا؟ أنت بدنا. أول شيء خلي نحكي عن اللغة الكردية، بيكون لغة تنكتب بالحالية تقريبا، نحكي عنها بالحروف العربية. نعم. بنفس الوقت تنكتب بحروف اللاتينية، بس أوكي. بالحروف العربية عليها حركات. حركات مثلا الراء و ب بانها الاحرف. اوكي. واللغه هندو اوروبيه. بيكون لغه قديمه. في مراجع بتقول اللغه العربيه، اللغه الفارسيه بتكون مزيج بين اللغه الكرديه واللغه العربيه، بيكون اللغه الفارسيه الحاليه الموجوده، لانه تغيرت كثير تحولات على اللغه. صحيح. هاي اللغه، ف
بشكل عام تصنف اللهجات اللغة الكردية على اللهجات، مثلا اللغة اللورية بيكون إيلام وكرماشان، اللغة السورانية بيكون الوسط مثلا سليماني أربيل، سنندج بالطرف الثاني كردستان الشرقي إيران، مثلا بهابات هالمدن، بعدين بيجي الطرف الشمالي والغربي، الغربي بيكون المناطق اللي صايرة بسوريا الحالية يحكوا كرمانجي، وأكراد اللي صايرة بتركيا الحالية نفس الشيء بكرمانجي بيحكوا. في كمان من بينهم في كمان لهجات تانية مثل الزازة الزازية بيكون، فأغلبية اللي بيصير بتركيا الحالية بيحكوا كرمانجي وزازة. والعراق بيكون مشكل في بهديني يعني أو كرمانجي والأكسنت نوروز. هاي اللهجات مش لغة يعني بتفهموا بعض، نفهم هذا كان سؤالي فعلا. إيه نفهم بعض طبعا، يعني زي ما أنا بفهم مثلا المصري أو السوري أو العربي مغربي نفس الشيء، صايرة مثل الأكسنتات وهاي، بس بالأساس يعني في كلمات عنا كتير أصيلة، في كلمات كتير عندهم كتير أصيلة، مع اللي مثلا هم اختلطوا مع الأتراك مثلا بالشرقية، اختلطوا مع الفرز مثلا بالعراق وسوريا، اختلطنا مع الهجات الثانية مثلا الأشورية أو مع العرب. بس في كلمات أو تعابير أصيلة بتحس إنه هذا إنه أصيل، هذا اللغة وموحدة، يتوحد على شكل مثلا اللبس وكلمات الأساسية قواعدها. ما في مؤنث ومذكر بشكل عام عنا بلغتنا، مؤنث ومذكر حتى بأعراسنا ما في مذكر ومؤنث، هذول كل مختلطين يعني دفكاتنا مختلطة، ما هذا يفترق بلهجتنا. أنا بشوفهم كلهم ماسكين إيدين بعض، وبدك تخبرنا عن الرقص كمان، عن الرقصات الكردية مثلا الرجال والنسوان، حتى بالأعياد بالدفكات بالمناسبات بكل شيء يعني مع بعض، يعني اللي مجتمعين كلهم مع بعض متفقين، يعني هذا كأنه صح بيكون شيء يعني افترازي بيناتهم صايرة. بلهجتنا ما في مؤنث ومذكر بلغتنا، يعني في قليل وي ار وي، كلمة وي ان وي سمعتها بأغاني عربية كمان وي ان وي، بس يمكن ما بتعرفوها شو منين جاي، هذا يمكن جاي من الأكراد اللي كان موجود من بالجزيرة أو من هاي وي اور وي، ما عنده بعرف إنه بالعربي ما له معنى وي ان وي، هذا وي ان وي يعني لما تحكي مع حدا يا بنت يا ولد يا شاب يا هيك وي ان وي، أو مثلا قليلا قليلا في مذكر ومؤنث، بس بشكل عام ما فيها. في كلمات باللغة الإنجليزية هي أصلا كردية مزبوط؟ نعم كيف؟ في كلمات باللغة الإنجليزية هي أصلا كردية؟ في إيه في، لأن اللغة هندو أوروبية اللغة الكردية هيك صنفوها مثلا الباحثين، صنفوها هيك باحثين غير الكرد هيك، فمثلا في كلماتنا تشبه روسيا سباس يعني شكرا سباس باب الروسي مثلا أزان من أزان يعني يعرف ما أعرف، نفس الشيء بالروسي أظن فيها كلمات مثل كراب يعني مو كويس عنا بالإنجليزي كراب بالإنجليزي بالإنجليزي. في كلمات حتى يعني مثلا كلمات مثلا العرب بحضارة الإسلامية وجدوا الكحول، اللي هلا بنقول الكحول، إذا تمسك واحد كندي بتقول له شو معنى الكحول منين جايبه، ما بيعرف إنه هذه كلمة عربية أصيلة نعم جاي من الحضارة الإسلامية العربية لألون، فأكيد في كلمات هيك مختلفة أكيد، فاللغة هندو أوروبية. طب نوروز أنت عندك أبناء إن شاء الله الله يحفظ لك؟ نعم عندي ولد وبنت. هل بتعلمهم اللغة الكردية هون في كندا؟ بيعرفوا بيحكوا بيفهموا بيحكوا نعم. هل في مدرسة كردية بتعلم لغة كردية ولا أنت في البيت؟ لا والله بالبيت، ما في مدارس كردية بمدينتنا، أو جمعيات في جمعية بتورونتو واحنا شوي بعيد شيء ساعة عن، فما صار هالمجال، فالمدرسة محافظ البيت. محافظ عليهم. هل بتعلمهم موسيقى أي شيء ولا لسه؟ والله راحوا فترة ما فينا نغصب عليهم ينو طبعا أكيد، والتكنولوجيا والألعاب وهاي مسليات تانية شوية أخرنا عمر، فيمكن بدنا نراجع خططنا بهالخصوص.
هلا هي في هلا هي في موهبه تولد يعني فطريا مع الطفل، يعني لما هو عم يكبر بتشعر انه هالطفل موهوب او عنده حس موسيقي يعني interested. واحيانا you introduce it to him and you see how it goes، يعني اذا he picks up ولا it's okay ولا لا خلص يمكن اعزف فتره وبعدين اترك. ف بس لكن حلو انه دائما يتعرفوا على حضارتهم او على موسيقتهم التراثيه، يمكن هذا عشان هو هي هوية بالنهاية لهم. صحيح صحيح. طبعا بدنا نرحب بجمهورنا مثنى من العراق، طبعا الدنيا عندهم صباح لكنه هو جالس وبنتظر فينا دائما، هم المتابعين بنرحبوا فيه. رماح محمد بسلم عليك. أهلا رماح أخي رماح حبيبنا معنا بالأوركسترا. شيرين اي ثينك خليل بتقول منورين جميعا، منور استاذ نوروز الموسيقي الموسوعه بالتاريخ والادب والثقافه باشكالها. شكرا استاذه شيرين، شكرا استاذه شيرين على الدعم. يا اشكرك كثير. الاخ رافد اهلا وسهلا فيك، بقول لك السليمانيه من العراق، هو يقول لك مدينه متطوره وجميله. مخلص الالات النفخيه الكرديه مشهوره جدا. اي يا صحيح. اوكي شو بدك تحكي لنا عنها معناها؟ معناها اختصاصي مو الات نفخيه بس بحبها يعني، وكان عندي خطط انه اتعلمها خصوصا الدودوك اللي الارمن كمان يستعملوها، الاذربيجاني كمان يستعملوها، والعراق الاذربيجاني والارمن والعراق ان هو تشبه المجوز صوته تقريبا بس بيكون بانبوب واحد. هذا نسميها بالابان، وعليها رقصات كتير حلوة، رقصات وحتى هذا الآلة يعني بشكل تحديد تنعزف عليها هلا بالأعراس نوع من الموسيقى، يعني بيكون شغلة غريبة، شغلة غريبة. فيني أعطيكم مثال عليها، بيكون هيك تقريبا. بيكون ايقاع هيك. هذا بيسموها بوستو اداره، كانه هذا من وقت لما قروا اي فرمان بالسوق ما لازم يعلنوها، ما كان في الراديو شغلات، او فبيجي اللي بيقرا الفرمان، فرمان كلمه كرديه يعني لو رول كلمه كرديه، فالاتراك استعملوها، عرب استعملوها، بس فرمان كلمه يعني فعل، يعني فعل بالكردي يعني معناته فعل، فكانوا بيدقوا هذا الشغلة. فلهلا هذا الشغلة لما تقول له عازف بالابان أو عازف دودو بتقول له اعزف لي بوست أو إدارة، يعني بوست أن إدارة، كأنه بوست جاي من الإدارة وبيعزفها بالسوق. فعزفوها بالسوق، الناس اجتمعوا، هذا يجي يعني يجلب الانتباه، الموسيقى يلفت نظر الله، يلفت معه إيقاع سريع، فالناس يلتمون عليها. فأنا سمعت من أساتذتي قالوا لي هذا بيسموه بوست أو إدارة، ف العازفين اللي بيعرف انه هذا بوست اداره. هلا هاي تنعزف بالاعراس او شغلات الدبكات تنعزف، بس هاي اصول هذا الموسيقى من هذا مثلا آلة هذا النفخيه. غير الدودوك او البالابان عندنا الناي من القصب او بيكون خشب محفور، الناي الصوفي هلا بيستعملوها، في كم اساتذه هلا عم بيستعملوها. هون في كندا عندنا الشيار، واحد عازف جيد كردي بيعزفوا، وبكردستان العراقي احد اساتذه اسمه خليل، شباب يعني اهتموا بهالشغله وظلوا يشتغلوا عليها. غير هذا الات النفخيه في هالشغلتين، يا اهم شيء هذول الشغلتين. فالناي بيكون احجام وكل واحده على السكيل او على مقام. البلبان نفس الشيء، والزرنة، صوت الزرنة اللي موجود بالموسيقى التركية العربية الأرمنية بيكون راسه مثل الأبوة. الزرنة بيكون مثل مثلا مؤخرته مثل البوق صايرة، وراسه أرز، فبيجي أحجام مصنوع من الخشب، مثلا خشب المشمش، خشب الفلان، صوته وطابعه تختلف. بس بعتقد عنا بلبنان وسوريا بيعزفوها، ما بظن بمصر فيه، بس ببلاد الشام فيه، بلاد الشام يعني هو مثل المزمار تقريبا، صح؟ مثل المزمار مزمار. فنحن نسميها زرنا، مزمار، اكزاكتلي، مزمار بالعربي بيسموها مزمار. اوكي زرنا.
زورنا. فهي بأرمينيا بأذربيجان وكردستان نعزف تقريبا، لأنه تقريبا هم شعوب آرية، نحن أصولنا آرية، الأكراد بيكون آريين مثل الأرمن، صحيح، مثل مثل البرجن الفارس أو مثل الأذربيجانيين، بنكون هذولا تقريبا كزن، حتى الطرف الأفغانستان تقريبا. نعم طبعا، إحنا من هذه المنبر بنوجه تحية لونيس اللي كان معنا، الأستاذ ونيس كان معنا الأسبوع الماضي وتكلم عن الفولكلور والثقافة الأرمنية، كان رائع جدا، بنوجه له تحية، بما أنه حتى يعني اليوم بدينا نحكي عن الأرمن فلازم نحكي عنه، أكيد، ومنتشرف فيكم، أنتوا دائما ما شاء الله خير وبركة. طيب بدنا يعني اللغة، أنت حكيت لنا شوية عن الكتابة وعن الثقافة المكتوبة، هل في كتب منشورات لغوية لسه موجودة باللغة الكردية؟ نعم، بداية المطبوعات الكردية بدت يعني من لما لقوا شيء تقريبا 200 سنة أو 150 سنة، لما لقوا الطباعة وطباعة الكتب الموجودة، لأنه يمكن قبل كان في كتب كمان، بس خلال هجمات المغول ألكسندر كمان هاجم المنطقة وحرق كل شيء، أسكندر المقدوني، فكتير شغلات ضاعت، مكتبات الديانة الزردشتية وزادة الديانة الرئيسية القديمة قبل الإسلام للأكراد أو الميديين أو أهل المنطقة، فشغلات كثيرة خلال الحروب ضاعت، بس في كتب وفي مراجع لهلأ، وأغلبية أكراد بيهتموا بالكتابة وبالهيئة، كانوا بيهتموا فيها مثلا بمدينتنا في مكتبة أوقاف كتير قديمة بها كتب من 150-180 سنة مخطوطات يعني، والحمد لله خلال هالحروب والشغلات يعني قدروا يحافظوا عليها، مخطوطات غريبة يعني مرات يعني بدوا السماح وإذن الشغلات لتشوف قطعة واحدة أو مثلا صفحة واحدة من هالكتب والمخطوطات. طيب أنا معلش أنا حاخد الجزء الأول الأكثر لأنه أنا تارك الدسم لنسرين يعني. في كتاب رائع اسمه المرأة في الفولكلور الكردي، كتبه كاتب كبير اسمه روهات ألاكوم، وهذا الكتاب ترجم للغة العربية، في صور عن المرأة. حدثنا الآن، إحنا يعني أنا صراحة قرأت شوية عن الكتاب، مش الكتاب، لكن جذبني فيه كيف حديثه عن المرأة الكردية، فحدثني عن دور المرأة الكردية في المجتمع. أكيد لها دور كبير، يعني المرأة الكردية بشوفها دائما في الأفراح بالهذا، فحدثني عن هذا المرأة الكردية. يعني إذا بالعكس ما نبدي من البداية، نبدي نحكي من الأخير. خلال الحروب اللي صارت بالمنطقة، آيسس وداعش اللي صارت، يعني نسوان ناس شالوا سلاح، الكتائب المسلحة الكردية كافحوا بالعراق، طبعاً طرف العراق ولسان العراق وطرف سوريا، يعني كتائب بنات وأهله طبعاً سمح لهم وهم كمان مشجعين لهالشغلة، شالوا سلاح يعني، هذا كثير عم نفتخر فيها يعني، هذا ونحن نعلم ان المرأة لها دور في 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 كل الحضارات يعني اجمالا، بس يعني كانت طبيبة هذا شفناها بسنة 2015-2016 ولهلا في موجودين هذول الكتائب. نرجع للبداية، فالمرأة الكردية بيكون والمجتمع بشكل عام يعني مفتوحين، يعني مثل ما بنقول يعني open mind مثل ما بنقول، ففيني أركز على الشغلة مثلا بكلتشرنا القديم بنلاقي كتير قصص عشق أو قصص ما بيكون أساطير، لأنه في منهم حقيقة وصايرة، مثلا كيف عندكم ليلى ومجنون أو نعم. مثلا بوثينة وناس الثاني شو اسمه، أو عنترة وعبلة وما بعرف شو عندهم، تقريبا أنا فيني أعد لكم شيء 15 قصة مثل هذا خلال التاريخ، ومثلا شيرين وفرهاد عنا هاي أي منطقتها كمان موجودة، شيرين وفرهاد صايرة بكرماشان يعني ساعة من بغداد يمكن كمان على طرف الإيران صايرة، شيرين وفرهاد مثلا لاس وغزال، كل واحدة كل قصة بمنطقة، فالمرأة الكردية كانت تحب
تعشق يعني مموزين هذول كمان قصص عشق كتار يعني كل واحد بمنطقة من كردستان الشمالية للجنوبية الشرقية الغربية. فالمرأة الكردية كان لها حرية أنه تعشق تشوف ناس ما حدا بيقتلها ما حدا بيأذي أو ما حدا بيمنعها. وفي عنا كتير مثلا بسليمانية مثلا مدينتنا سليمانية كان في حفصة خان بيسموها خان يعني احتراما يعني خاتون. حفصة خان كان يعني مثل سلطانة بسليمانية. مثلا أن قدم خير كمان مرة كان سلطان أميرة شي 100-150 سنة قبل. أن وقت الغزو قدم خير قدم خير. الخير يعني أوكي. أو خانزاد أن مرة كمان تانية خانزاد كان سلطانة أميرة وإلا يعني موجودة بالكتب بالكتب خانزاد. أن بيحكوا عن وقت الفتوحات الإسلامية كان في أمراء اللي مثلا حاربوا الفتوحات الإسلامية كان في بنات ونسوان لما ماتوا الأمير أو زوجاتهم بناتهم حملوا السلاح وقادوا الجيش ضد مثلا العدو المقابل أو ضد الفتوحات والشغلة الجديدة جاية عليهم. فهي موجودة بالتاريخ موجودة بالتاريخ وقصص طويلة وإلى أساس فالمرأة لها دور كبير تقريبا بحلب مدينة حلب زي يمكن سامعين بها بيقول وقت الإنجليز قبل ما الإنجليز يجوا لما العثمانيين انسحبوا من منطقة حلب كان في سلطانة هوني نفس الشيء كان بتقود وهي قائم مقام المنطقة يعني إدراكها وحسها أنه سليمانية ما كان عندها تلغراف هي سحب التلغراف بين ولايات بين المنطقة يعني ربط المنطقة بالشبكة التلغراف اللي مثلا واجدوها يعني فلما مستشري انجليزي بيجي على المنطقه مختفي يعني متخفي نعم يتعجب من هالشغله وكاتبه مذكراته بيقول له هذا مره هيك بهالمنطقه كيف يعني قدر انه حسب انه يربط المنطقه كله بالتلغراف بالين تلغراف هذه يعني ف كان له يعني له الدور وناس بيثق فيهم. فتقريبا الانسان الكردي انه صحيح متاثر بالكلتشر والديانه وال الشغلات الثانية بس بشكل عام منفتحين وغير مثلا موجات الحملة الإيمانية بيجيبوا لنا مثلا جمهورية جنبك تطلع جمهورية إسلامية تطلع جمهورية ما بعرف شو تطلع جنبك فهذا يتأثر الأكراد اللي موجودين بالبلد أو مثلا بالعراق نحن الحملة الإيمانية طلع لنا بالتسعينات بإيران بعد 79 طلع لهم مثلا حجاب ومنع الجامعات فلازم يلتزموا بها الشعب عايشين بإيران وشو بيعملوا يعني بيتكافئوا جزء يعني تأكيد قانون مجبور فهذا أثر علينا كلتشرهم كمان يمكن أثر علينا بس بشكل عام نحاول إنه بدي أقرأ ثلاث أربع تعليقات وأوجه الميكروفون لنسرين عشان تبدأ في موضوع ربا بتسلم عليك وبتقول لك أهلا وسهلا فيك. محمد الخطيب بقول انتظرناكم لساعات الصباح أهلا وسهلا فيك ونحن سهارة حبا بك يا دكتور جمال الله يعطيك العافية يعني صراحة أثلجت قلوبنا لا نمل حواراتكم وبرامجكم نقدر حديثكم الحضاري المفعم بالمحبة والجانب الإنساني وهذا واجبنا في كنار تي في بكل العمق والإيمان الصادق والرقي الأصيل. هذه هي رسالتنا يا أخي في هذه القناة شكرا من القلب دكتور جمال شكرا للسيدة نسرين ولضيفكم الكريم شكرا لك محمود ربا بتسلم علي وعليكم نسرين أهلا وسهلا فيها يسعد مساكم جميعا شاني بسلم عليك نوروز أهلا وسهلا أهلا وسهلا وفا بتتذكر وفا حبيب القلب وفا بقول لك أسعدتم مساء منور صديق العزيز نوروز ممثل الموسيقى الكردية في الأوركسترا الكندية العربية أهلا وسهلا فيك شرف عظيم من أستاذ وفاء شرف عظيم أكون مع الأوركسترا معاون هذا يعني بيعتبرني كممثل الموسيقى الكردية بشكرهم يعني شكرا كثير أخ طاها بقول لك برضو منور نوروز أهلا وسهلا طاها حسام صديقنا العزيز بقول لك أنا من سكان ركن الدين ركن الدين فينا هلا نحكي نجيب سيرة ركن الدين وشو بيها من إن شاء الله أهلا وسهلا فيك حسام شنقة أحمد بقول لك أهلا وسهلا فيكم وبصديقي نوروز
أهلا وسهلا شنقا خانو. طبعا أنا كثير فخور بعزفك الكبير يا أستاذ نوروز. من شاني ياب الحج أبو مؤيد، سلام عليكم. وعليكم السلام يا غالي. السلام. شيرين بتقول لك أكيد راح أحب أسمع الفرمان وتبعه لو سمعت هالموسيقى الجميلة. هذا بس بدنا آلة إيقاعية، آلة بدنا آلة إيقاعية، ويا ريت نجيب الدودوك أو البالافان هذا، الفوستو إدارة الفرمانية، فوستو إدارة. طيب الآن نبدأ في الموسيقى، يمكن شو رأيك يا نسرين؟ طبعا الموسيقى هي يعني لغة الشعوب، لغة الحب، لغة الحزن، تعبر عن ما يخالج الإنسان. فأكيد بدنا نحكي عن الموسيقى الكردية. أنا ببحثي وقراءتي عن الموسيقى الكردية استنتجت بأن الموسيقى الكردية لها طابع يغلب عليها الطابع الحزين أكثر، هل هذا صحيح ولماذا؟ صحيح، كثير معبر، يعني من أصالته ويعني عروقيته، يعني بتحس بهالشغلة. مثلا لما تحس مقام همايون بيعزفها حدا، أو مثلا صحيح بها حزن عميق، هذا من أصالته، بعتقد من أصالته، يعني أصالته يعني غير شيء، يعني لأنه موسيقانا قديمة جدا، يعني الأكراد بيكونوا من سكان الأصليين لجبال زاغروس، مثل الآشوريين أو البرجن أو مثلا الأرمن، ولا من سكان القديم للوادي الرافدين. ف يعني في أصالة بها. لما تسمع شيء مثلا، نحن من نورث أمريكا، لما نسمع شيء من الهنود الموجود سكان الأصليين نحس بالأصالة، تتأثر لما يحسن نتأثر به. فهذا موضوع. والنكبات اللي صار الأكراد، مثلا نكبات وحروب، لأن هذا المنطقة كان ساحة حرب. يعني ارجع 6000 سنة قبل الميلاد، ساحة حرب، هذا ساحة حرب السنة الماضية. ولا بالبارحة قصدك الموسيقى تأثرت بالأحداث التاريخية التي صحيح، انتصارات بك أفراح، والناس الحياة الاجتماعية تمشي، يعني في حرب ما صحيح. حرب الحياة الاجتماعية تمشي، ولادك يكبروا، الجيل رايح جيل جاي، فهذا ماشي. فالحزن والخراب كمان أثر عليهم، فراق مثلا. انا كل واحد بقاره صرنا، يعني خلال يعني بهالشغله صرنا بغربه، كل واحد بقاره، انا واهلي من منبر كنار، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجمعكم على خير، يجمعكم مع بعض، والا يفرق احد عن حبيبه، لانه الفوضى صعبه، وان يعيد الامن والامان لكل بلاد العالم، لكل شعوب العالم، لانه الحرب والدمار دائما بيؤدي الى بغيضة ومشاكل وقتل وضعف وفقر، وهذا كله بيؤدي إلى مشاكل كبيرة، منها التخلف ومنها فإن شاء الله كلنا نرجع بسلم وأمان وحب ونتعانق على بعتقد أجمل لغة للتخاطب بين بعضنا الشعوب هي الموسيقى. فالموسيقى لا لون لها ولا دين لها، يعني هو طبعا يعني الموسيقى تأثر بالليتورجيكال، يعني أتموسفير أكيد، بس نحن بنحكي دائما لغة التخاطب، لغة الحب بين الشعوب. وهذا ما سيأخذني إلى سؤالي الثاني، امتزجت الموسيقى الكردية مع موسيقى جيرانهم، يعني مع الموسيقى العربية والأرمنية والتركية فدخلت الموسيقى الكردية على موسيقتهم والعكس، أيهما أكثر؟ أيهما أكثر باعتقادك؟ فيني أثبت شغلات، أنه الموسيقى كان بدين الزردشتي، الدين اللي كان الأكراد بيمشوا أو عليها أو أهل المنطقة، بس أكراد بالأخص أصولهم ميدية كانوا على ديانة زردشتي، فديانتهم عبارة عن عزف وموسيقى طقوس هيك. لهلا الكهوف والمعابد اللي بيلاقوها لهلا بيلاقوا نقوشات على الآلات وشغلات، هذا بتشوفها بكل مناطق كردستان، بتلاقي إنه هذا صح، هذا relating to each other، يعني إنه علاقة ببعض. بظن حتى من اسم المقامات العربية، مثلا دوغا، تشوارغا، سيغا، راست، دشت، هذا كلمات كردية صراحة.
مقام كرد صح؟ مثلا مقام كرد مثلا راست 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 يعني راست ستريت او مين او رئيسي او الصدر او بهالكلمات اللي هلا بنستعمل هالكلمه. بينما مثلا مقام لهوند مقام مثلا اي كلمات مثلا بيكون ايه ضيعه بيكون جبل بيكون تله بيكون شغله يعني. فالارقام يجا دوغا سيغا تشارغا هاي ارقام سيغا سي يعني ثلاثه سي تشار بينش حتى بالطاوله بالزهر لعبه no. هذا العاب الانترتينمنت هذا نفس الارقام اللي هلا العرب الاتراك الكل بيستعملوا هالكلمه دو تشار بينش يعني صحيح صحيح بتعرفوا اكيد. ماذا تعني كلمه ماذا تعني كلمه نهاوند؟ هل لها ما معنى كلمه نهاوند؟ ما بعرف هل لها معنى يعني مش الا معنى بس ما بعرف انها بالتحديد بس بس ولكنها كلمه كرديه صح مسافات. تعتبر انه مثلا بالعربي يعني يقولوا عجميه معناتها غير عربيه بيكون هي بس شكرا للتوضيح ما فيني احددها صراحه ما بدي بس السيجا يعني ثلاث مسافات شوارجا يعني اربع مسافات رست يعني ستريت دشت يعني سهل او ستريت فمقام الدشت لما تسمعه موجوده هي مقامات عربيه و نفس الأسامي بتركيا مدارس التركية مدارس العربية مدارس الإيرانية الشرق الأوسطية نفس الأسامي بيستخدموا يعني هناك اختلاط في المقامات هذا نفسه. ففيني أقول إنه شو يمكن شوي أكثر منه الآلات مثلاً الآلات آلة العود من وين جاي؟ جاي من الدوتار بعدين لهذا من التنبور بعدين متطورة من هذا بعدين بيجي. نحن راح نحكي عن زرياب طبعا أكيد مش مستحيل نحكي عن الثقافة الكردية بدون ما نحكي عن زرياب العظيم يعني. وادي رافدين لا بوادي رافدين لأول القيثارة الموجودة الهارب وممثل تقريبا سنتور تشبهها. هل آلات موجودة بالجداريات وبال إذا نرجع المصادر بتشوف هالآلات متطورة والهلا موجودة. فالعود يمكن الحضارة الإسلامية طورها طورها للعود وبعدين ودوها على أندلس إسبانيا صارت جيتار الحالية هذا جاي من العود. يعني الجيتار الموجود جاي من العود تسلسل التاريخ. فإذا أصل الجيتار أصل الجيتار أصل الجيتار هو أصلا من هو آلة وترية طبعا أصلها العود صحيح العود. والعود جاي من حضارة الإسلامية قبل الحضارة الإسلامية ما كان في عود ما كان في عود كان في هالآلات الآلات الثانية طوروها ولكن الفضل يعود الفضل يعود الى من في هذا في هذا الشيء الى زرياب يعني هم من مثلوهم. غير الموسيقى فينا نحكي عن شوي عن الزخرفه. انا شوي بحب الخطوط والزخرفه نعم. الزخرفه حتى يعني خطاطين اغلبيه الخطاطين اللي كتبوا القران بنسختين خط النسخ وخط الثلث اصعب شيء اكراد حامد الامدي اذا تعمل سيرج عليها من القرن الماضي حامد الأمدي كان بيعطي إجازة للناس اللي بيكتبوا خط العربي من كان مات بعمره فوق 90 سنة تقريبا ما شاء الله. درس هاشم البغدادي الخطاط الكبير العراقي هاشم البغدادي معروف ودرس يوسف ذنون من موصل هذول خطاطين عراقيين بس هم بيشهدوا إنه حامد الأمدي درسون وشافوه وهو كان في مسابقة بيساووها بتركيا بزماناته. حامد الأمدي من مدينة آمد قريب على ديار بكر فبعدين راح توظف بإسطنبول فعاش الدولة العثمانية ودولة تركيا الحالية الأتاتورك فعاصرهم بس زخرفة في هذا. فلما الشاب لما ختير وعمره كبر ما كان فين يمسك القصة فحطوا له حلق مثل الحلقة بإيده بيحط أصبعه ليكتب بس كان إذا بترجعون على جوجل شوفوا لوحاته وترتيبات اللي عامله بخط الثلث خط الثلث من الخطوط الصعبة فأكرد في ملة طاهر كمان من كردي نفس الشيء خطاط بعدين راح على مصر ولدان بمكة يعني أبوه كان مسافر كان بمكة السعودية الحالية كمان نفس الشيء خطاط هذا خطاط كبير الشيخ طاهر كان اسمه وإذا تعمل سيرش عليها بتشوفوا إنه هدول أكراد يعني ساهموا بالزخرفة والخطوط العربية بشكل والأكراد بشكل عام بيحبوا الخط العربي. هنا أتعجب على واحد صديقي خطاط مو بس بيخط بالقصب أو بالقلم الخط بيرسم الخط بقلم واحد قلم الكتابة العادية الرصاص أو القلم العادي
بخط الخط. يعني أنا أتعجب عليه يعني من حبه وموهبة اللي بيها كيف بخط الخط بقلم واحد قلم عادي صح. بيرسم الخط مثلا لو حب تشوفه هيك هاي مثلا هذا انكتب بقلم خط أو قصب وهذا بيرسمه اسمه إدريس إن شاء الله وعدني بارحة بالليل إنه إن شاء الله إذا نفتح إدريس صالح اسمه بأوكفيل بديهم تشوفوا يعني إذا فتحوا معرض الشخط العربي لازم يشارك أشجعوا وتشوفوا قدامكم إنه بيعمل ووركشوب كيف بيرسم الخط يعني مو بيخطوا يرسموا يعني شغلة حبة يعني في خطاطين كبار بالعراق خصوصا أربيل نمبر ون بيها سليمانية بيها كمان بس أربيل نمبر ون بيحبوا هذا يمكن هلا بتركيا لأنه الناس درس إجباريا تركوا حروف العربية بإيران في خصوصا بإيران في بس تركيا يمكن قلت هلا هالشغلة لأنه كان جيل ثلاثة جيال درسوا الحروف اللاتينية فيمكن شوية بعض هالشغلة عندهم فالدخلة في الإسلامية وهذا أنا بشوف نقش شيء على الآلات مثلا مثل آلة مثل هذا أو عود يعني كثير منها فيك ترجعوا لأي من عصر هذا مثلا صحيح بترجع الأساس النقشة من وين جاي من وين من شو جاي فكثير هاي عالم اللي ساهموا بالخطوط والزخرفة الإسلامية يعني نحن ممتنون كثيرا لهم يعني ممتنون كثيرا لهم أكيد ومعلومة قيمة جدا يعني وأنا لم أكن أعرفها صراحة يعني عن الخطاطين الأكراد وكيف تعلمنا منهم فن الخطاط يا هم جيل لجيل جابوها مثلا جابوها من مستعصمي بزمن العباسيين بظن بعدين عثمان المستعصمي هم الرحلة يعني كل واحد أضع بس آخر شيء بالقرن الماضي بيكون حامد آمدي وغيره فيمكن بوقتها ما كان في يذكروا قوميات بيقول فلان إذا ما بيعرفوا يجيبوا اسم سيرتي نوروز بيقولوا نوراس شو عرفون بيكون سهل وينسبوه إلى المدينة أو أو يسبوه بيقولوا لي محمد كل واحد محمد عبد الله كل عبد الله فيمكن ما ناقشون فأسامي يمكن عنده أسامي تانية بس بالتاريخ الإسلامي مثلا عندنا ابن خلكان ابن خلكان من مناطق رانيا دوكان بالعراق ابن مستوفي عندنا مثلا هذول علماء اللي عاصروا شو اسمه الموسيقى الصوفيه فالموسيقى الزردشتيه تقريبا شبه للصوفيه فالصوفيه لا محال دخلت عن طريق زيان الزردشتيه الموسيقى الصوفيه نشاتها واشعارها الأجواء والإنفيرومنت اللي بيساوها ودخل بالدين الإسلامي الدين الإسلامي دور القرآن ما فيه شيء صراحة بس ك مثل ما بيقولوا التقية أو مثلا أو شغلات شو بيسموها إذا بتطور الدين تقية يس تقية أو تقية أو تقية قصدي التقوى أو مثلا فطوروها هلا عندنا الكاكائية عندنا هلوية هلوية اللي الأتراك بيسموه علوية عرب بيسموه علوية هم مو علوية هم هلوية بزازة بمنطقة درسيم أوكي منطقة درسيم يعني طقوسنا الدينية بيكون على البزق أوه هذا شو دخله بالعلوية أصلا هو هلوي كلمة هلوي فبيكون نار تقديس النور وديانة زردشتية وهو جاي من ثلاث شغلات مثلا الفكر الصحيح وكلام الصحيح والفعل الصحيح على ثلاث شغلات هاي مختبر كل شيء عندهم ثلاثة جاي من هذا وبيكون تقديس للنور تقديس للنور فالنور الشمس نور النار أي شيء وبس إله واحد تعتبر إله واحد يعني هم مو الموحدين مذكور بالقرآن كأنه ذو القرنين يعني بيكون زرادشت هذا فهذا مسمى عليه فالكاكائية والكاكائية كرماشان كمان عبادات على هيك شغلات هلا في باليوتيوب لينكات فينا نحطها اذا الديانه اليارسانيه او الكاكائيه او الهالوية بتشوف نفس الشيء بيعملوا دفور مع الطنبور والناي فالموسيقى اندمجت في الدين يعني درجت بالدين وبالصوفيه بظن انه حتى علاماته مثلا الشيخ خالد النقشبندي او مولانا خالد اللي متوفي بدمشق حي ركن الدين أوكي. في مرقد الشيخ خالد هذا الشيخ خالد راح من كردستان العراق من سلالمانية تحديدا
ويعني معروف طريقة النقشبندية. فبيكون على يد الأكراد. الشيخ الكزنزاني نفس الشيء. هو الشيخ الكزنزاني بس هو كزنزاني. هذول اللي هلا على نفس الشيء بيكون تصوف وذكر الله بالطقوس غير اللي موجودة. ف هذا كمان شوية عن الـ عن الـ استفادة الدين من الدين قبل هو الموسيقى وترابط مع بعض. فهذا كله جابوا إيقاعات يعني بيت نوع من الشغلات ومقامات وغناء وألحان. يعني تحس لما تحس لحن تسمعه وتعرفه هذا كأنه له جذور يعني تتأثر فيه. مو هذا تأليف ظن إنه هذا فولكلور أو جاي من شيء قديم أو أشعار اللي حطوها. على سيرة الأشعار، ماذا يحب أن يغني الكردي بشكل عام؟ ما هو أحب الألوان إليه؟ كشعر ولا كلحن؟ كموسيقى يعني كلحن كشعر كغناء. ما هي أي جمهور حتى جمهور عربي تركي مثلا كندي الميلوديات أو الألحان البسيطة سهلة سهل الاستيعاب وسهل التردد. وإذا بيها شيء تريكي شغلة السحر بيها مثلا بين النغمات كتير بيحبوها. يعني الأغلبية هيك بشكل عام الناس الإنسان العادي بيحب الألحان السهلة. فما بالك إذا عليها هذا اللحن السهل مثلا عليها الشعر عامي أو شعر شغلة فرأسا بينتشر بين الناس. بس بأنه الأكراد كان عندهم قعدات ومجالس فعندهم أغاني المجلسية بنسميها بالعربي أنا بترجم عربي أغاني المجلسية للمجلس بنفس هذا بيكون أغاني مثلا فيني أعطيكم كم مثال عليها. بعدين بيجي أغاني الدفكات والرقصات اللي حضرتك شفتيها بيكون متنوع وراقص. بس أنا في أغاني مجلسية بالموسيقى الكردية أغاني مجلسية. أعطينا أمثلة أعطينا أمثلة الجمهور بده أمثلة. مثلا الجمهور بحب يسمع. في غنية يمكن كل واحد سامعة بيكون إيقاع بلدي هيك بيكون كتير بسيط يعني من كم تون. قديمة أنا سمعتها من أستاذي أنور قرداقي أهدي سلامي له من هون. فهذا مثلا أغنية مجلسية بتكون بطيئة مو راقصة بس يعني طربية مثل ما بنقول بالعربي هنا نقول أنه طربية. فينا أنا بدي أذكرك بس ونيس بيسلم عليك هو معنا الآن وبيشترك بسلم على الشعب الكردي الشعب الأصيل. دكتور مخلص بقول لك اللي ما حضر عرس كردي ما بيعرف شو يعني عرس. اي صح في منافسة على الدبكة والرقص. الدبكة عادة عندنا الدبكة الرقص قليل عندنا الرقص كمان مثل الأتراك أو مثلا إيراني أو مثل العرب رقصات رقص بس قليلة أغلب شيء الدبكات. بس دبكات يعني متنوعة وغريبة وكل منطقة عندك كم نوع يعني كتير غنية الفولكلور الرقص بهالشغلة على إيقاعات يعني غريبة مثلا إيقاع 7-8 7 على 8 إيقاع غريب يعني إذا تسمعه بيكون الإيقاع أعرج تقريبا عليها رقصة واسمه قريان اسمه قريان. لما بقولوا إيقاع القريان بين الناس مش عارفوا 7-8 هذا كلمة علمية 7-8 بيكون إيقاع عليها يعني ما بظن إنه بهذا عليها أي رقصة بالمنطقة بالشرق الأوسط. سمعت ياني هنا مثال 7-8 7-8 مثلا شفت ياني اليوناني عامل موسيقى على 7-8 بس بالعكس كانت 3-4 بس مش رقصة كموسيقى بس مثلا عن هذا بسنندج موجودة بيكون هيك
هيك بيكون اللقاء. أعرج اللقاء أعرج بين 7-8. حلوة. لكن لكن هذه هذه ميزه، هذه ميزه جميله تميز يعني الموسيقى الكرديه، صح ولا لا؟ يعني نعم. يعني مجرد ما تسمع هذا الايقاع حتعرف دغري انه هي موسيقى كرديه، حتى يعني للموسيقي للمثقف موسيقيا. فهمت علي شو قصدي؟ كرتم. صحيح صحيح. ربا 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 بتسلم عليك تقول لك بدنا نسمع بزق. أو بزق وحبينك كتار يا نوروز، يعني إلك شعبية كتير كبيرة. شكرا كتير. نعزفه يلا يلا اتحفنا. بدي أحط لكم شي غنية من أنت مش حتعزف لنا؟ طب بزق بحاول أجيبه هذا. طب يلا يلا مش مشكلة. طبعا بسل خلينا نشوف بس بعض الجمهور تعليقات. يا تحية للأستاذ نوروز وست نسرين ودكتور جمال. ما أصل تسمية قصر شيرين؟ نعرف المعلومة هلأ، هاي الجواب عليها. أوكي. نخلي الأستاذ نوروز يخبرنا. تمام. بنقل المأكل والمشرب إلى مناطق الجبال الكردية. أوكي هنسمع. فبيكون آلة هذا الساز أو البزوق أو الطنبور. ساز. الساز بيكون طنق طويل، يعني بيكون هذا جاي من هذا نفس الشيء. هاي تنعزف ب هاي تنعزف هذا اللي بإيدي تنعزف بكردستان تركيا. هذيك الثانية بكرماشان بخانقين أو الإيلام أو مناطق الجيلان بلورستان بنسميها. لازم نلاقي شيء. سوري دوزانا. خولة بتقول لك نسرين متعلقة دائما. شكرا لك يا خولة، شكرا حبيبتي. نحن نعرف دائما الآلات الوترية دائما تتأثر بالحرارة، حتى بداخل البيوت بالإير كونديشنر، يعني إذا كان بارد أو كان شوي على الدافي فبتلاقي الدوزان ده. فتفضل نوروز. مظبوط بس بالشكل العام. يعني بصراحة أنا كتبت شعر أنت وعم تعزف على فكرة، لأنه قد ما هي الموسيقى وجدانية يعني بتحس فعلا تحاكي الوجدان. هيك بلشت أكتب شعر لأنه فعلا تلهمك، موسيقى ملهمة جدا. شكرا لك نوروز. أهلا وسهلا. بدي أشر للشغلة. هلا بالطقوس اليارسانية اللي تنعزف لها الآلة أو بالطقوس الهالوية الزازاكية اللي موجودين بدرسين، لما بيعملوا الطقوس إنه بيعزفوا هالآلة فبيعملوا حلقة، لما بيوصلوا لحد الطنبور بيديروا وشهم للآلة، ما بيديروا ظهرهم له. والعازف اللي بيعزفوا، أنا ما شايف هذا بأي كلتشر شرق الأوسط، إنه آلة قبل ما تعزفها تبوسها وتحط على راسك بعدين تعزفها، ومن تخلص تعمل نفس الشيء. ببوسها وبحطها على راسه؟ يعني بيحطوه احترامه يعني هيك. أوكي. للآلة. زي احترام الكبير يعني. احترام. فالآلة الموسيقية يعني إلى احترام كبير. بالهلوية عندهم نفس الشيء، واليارسانية أو الكاكائية
نفس الشيء بيعمله. يعني تقديس غريب للآلة، وهذا جاي جيل ورا جيل لهلا يعني تشوفون هيك بيعملوا. ما شاء الله. طبعا بالنسبة للخطوط، انت كنت تحكي عن الخطوط، الأستاذ محمد بيحكي بالمناسبة سيكون لنا حلقتين عن الخط العربي وتاريخه وأنواعه قريبا، وكيف تداخلت الخطوط في هذه الحضارات والثقافات الجميلة. تبادل الفنون وبما فيها الخطوط أنا بضيف تدل على الأصل بالشعوب والمحبة والتعايش، وهذا أكيد شيء أكيد. فهو أي حضارة، لما هلا نحن عم نساهم بحضارة اللي الغربية، نحن اللي قاعدين بكندا أو بأمريكا أو نورث أمريكا، عم نساهم بالحضارة الموجودة بكل فنفس الشيء. فوقت لما حضارة بيكون عندك جاي لعندك، أنت مش جاي لعندك، رايح لعنده. مثلا أكراد ما راحوا على حجاز، نعم، مثلا الحجازية اجوا على مناطقنا، فساهمنا معهم ببناء الحضارة وشغلة جديدة، وهذا الموجود. وجيل ورا جيل بينسى شو صار. طب أنا بدي أسألك شوية عن أنا عارف نسرين عندها كتير أسئلة لسه، بس شوية عن الأكل الكردي. أكل الكردي شو مختلف؟ لازم دكتور جمال لازم يروح على المطبخ. لازم يروح على المطبخ. في شغلة، أهل المنطقة من بداية الميدية كانوا ناس عايشين بالبلاط، فالناس في قرى وكان حياة البلاط يعني القصور. فمن هذا من جاي من التاريخ، فما ما قليل في ناس رحالة بالمنطقة، أغلبيتهم ساكنين وثابتين ومستقرين بين الجبال الوعرة، ولأنه الشتاء قارس عنا صراحة بمناطق جبال زاغروس هذا كله صحيح. جبل يعني الصعبة الوعرة المنطقة، فبيكونوا مستقرين، والشتاء صعب يعني السفر وربحات وجيات صعبة، فبيكونوا ثابتين. ففي أكل القرى، أكل الفلاحين، في أكل البلاد. ففينا نرجع، ما في نعرف إنه 6000 سنة قبل شو أكلوا، ما نعرف أكيد، بس فينا نشوف إنه قبل 150 سنة 200 سنة 300 سنة شو المطبخ الكردي شو كان عنده، أو البلاط الأمراء الإمارات الكردية شو كانوا بيساووا. الكباب كتير شغلة مشهورة عنه صراحة. الكباب غير الكباب هذا، وعندنا شغلة اسمها كفتة، غير إن مثلا التسميات تختلف. نحن الكفتة بالعربي شيء تاني. مثلا أنواع، هما بيزرعوا الرز كمان في مناطقنا، الرز تختلف وكتير ملئ بالنشا، يعني كتير تختلف، هو قصير، فيطبخوها بطريقة بلاو وطريقة كوبلي، هيك بيسموه، بطريقتين بيطبخوا الرز. كتير طيبة، الرز بدبس الرمان، الرز برب البندورة، الرز برب الرمان. جربوها زعفران؟ لا بتحطوا زعفران عليه؟ هذا بلاو. هذا بلاو. أنا شوقتنا وشوعتنا بنفس الوقت. رمانو. بدبس الرمان، رز دبس الرمان مشهورة، يعني تقريبا فينو ينافس البرياني بيني وينكم، البرياني الباكستاني أو الهندي. صرنا راح نروح ندور هلأ على مطعم يعملنا أكل أوثنتيك، يعني يكون كردي. بعد ما في مطابخ كردية في تورونتو حواليها؟ في مطاعم يعني؟ والله هو الشغلات الدارجة بيساووها، يعني بس في ناس بيساووها بالبيت، مثلا كاترين بالبيت أكراد بيعملوا مثلا المحاشي أو اللف، وهي الأفضل طبعا لأنه هوم ميد. يعني الأسامي تختلف، أنا بعطيكم الأسامي العربية الدارجة مشان ما أخربط عليكم صراحة. بس مثلا الكفتة غير الكفتة اللي عنا، الكفتة بنساويها بالرز مثلا، ما في عندكم بالرز، نحن نساوي الكفتة بالرز، عندكم بتساووها بالجرش أو البرغل مو؟ برغل صحيح. نعم. الكبة، هذا الكبة إيه؟ عنا كبة صحن حتى بموصل موجودة. غير هذا في محاشي إنه نسميها بالعربي أتراك بيسموه يبرخ أو محاشي أو شغلات بيسموها، فبيكون نفس الفكرة بس التيس ديفرنت. صحيح الاسم نفس الاسم اللي نستخدمه، بس التيس والتتبيلة والطاج والله أنا ما بتحمله، يعني مرات أنا بعد دام الأكل صراحة بقولكم
معنا تعليق من شيرين خليل بتقول أنا جعت، صار بدنا حلقة مخصصة للطبخ الكردي. سامعة يا نادية، لازم بدنا نعمل طبخة كردية ببرنامجك على كنار عشان نتعلم طبعا هالأكلات الطيبة والشهية. أكيد نوروز، أنا كنت حابة نحكي شوي لأنه نحن بنعرف، أو أنا أعرف شخصيا، ولكن من الممكن أن الكثيرين لا يعرفون هذه المعلومة، ولكن الموسيقى الكردية هي التي طورت الألحان الأندلسية. ونحن نعرف كم هي جميلة هي هذه الألحان الأندلسية، ولكن الكثيرون قد لا يعلمون أن الفضل يعود للموسيقى الكردية. هل أخبرتنا أكثر أو فسرت لنا أكثر؟ طبعا يمكن تفاصيل، انا بحاول انه مثلا احكي بشكل عام عن هالشغله. أكيد. ما في اخصصها مثلا انه بيقول مباشرا مثلا مثل الجيتار او العود كيف تطورت، مثل من الطنبور للسيتار بعدين لهذا. ف يعني بايت هالشغله انه اثر، ما في نقول مباشر او خلال سنه سنتين، يعني عقود. هاي عقود عقود وأجيال عمل هالشغلة يعني بشكل عام. أكيد. هلأ مثلا أنا فترة بقرأ فكر الإسلام الحديث، طلع عندي وداني واحد كردي العلامة أو البديع الزمان سعيد النورسي، شفت بداية أفكار الإسلام الحديث جاي من سعيد نورسي. سعيد نورسي من أكراد تركيا وعاصر العثمانية والأترية، فرسائل النور اسم كتابه، فكتير مشهور. اللي بيقرأ هالشغلة بيحس أنه مثلا أثروا فيها مثلا. فيمكن الموسيقى بنفس الشيء. إذا برجع لوقت مثلا عبد الرحمن الداخل اللي كان خليفة على أندلس، يعني ما فينا نقول أنه مباشر، يمكن أثروا. أكيد أكيد أكيد. أنا المعلومة التي طبعا قرأتها وأنا أقوم بالبحث تقول أن الموسيقى الكردية طورت الألحان الأندلسية واخترعت الموشحات، يعني وأيضا أن عبقرية الأندلس زرياب الكردي جلب تقاليد موسيقى الشرق الأوسط إلى إسبانيا. فكانت هذه يعني الموسيقى الجميلة التي نسمعها من إسبانيا أو من الأندلس، ولكنها كما ذكرنا يعود الفضل إلى زرياب الذي جلبها من الأكراد وطورها خلال هي. فالمنافسة هلا وقت الزرياب والخلافة كان في تنافس بين بغداد وأندلس، لأنه عبد الرحمن الداخل كان من الأمويين، فهرب هو خطيه، هرب لأنه ما يقتلوه، ابناء عمه بيقتلوه. نعم. على كرسي وعلى السلطة، فهرب هوني، فصار منافسة، يعني منافسة شريفة بيسموها على العلم. فهذا بأندلس بيدعم العلماء، نفس الشيء ببغداد، بظن مأمون ولا خليفة، أي خليفة بوقتها طبعا إذا بيلتقوا كان بيقتلوا، بس الحمد لله أنه كل واحد بينافس الثاني بس بالعلم. ترجموا كل شيء، ترجموا كل شيء روماني، كل شيء هندي، كل شيء يمكن من عصور الياساني أو زردشتي، ترجموا كل شيء. اثنيناتهم منافسة، فهذا المنافسة أدى إلى هذا التطور بزمن العباسيين وزمن عبد الرحمن الداخل. يعني حتى إعمار وعمارات الإسلامية نفس الشيء، تأثر الزخرفة الإسلامية والبناء الإسلامي بهالفترات. يعني المخطوطات اللي بتشوفها بأندى مخطوطات، يعني في ناس راحوا من صحيح من بغداد أو عراق أو من مصر أو من الشام على أندلس مشان يشوفوا التطور هوني. وبالعكس كمان من أندلس ناس، يعني أجيال الجلد هوني، راحوا على بغداد ومصر والشام مشان يشوفوا الشغلة. فصار يعني منافسة إسلامية على أسلون، كان حضارة عندهم، بينما يمكن أوروبا كان بيعيش عصور مظلمة بين الحروب والكنيسة وعلى شغلات يعني ما إلى. نوروز، بدي أسألك سؤال، أين تجد الثقافة الكردية الآن؟ هل تجدها أكثر في الأعمال الموسيقية والفنية؟ هل تجدها بالشعر؟ هل تجدها في الملاحم المشهورة في التراث الكردي؟ هل تجدها في الزي الكردي مثلا حول العالم؟ هل تجدها بالفنان اللي برسم رسم؟ أين تجد الآن الثقافة الكردية؟
صراحة كل في نسبية بالموضوع صراحة كل شغلة بالنسبة. يعني مثلا تراثنا ملابسنا وصل انه الشاميين يلبسوها بفلسطين بلبنان جبال لبنان يلبسوها. ليش صلاح الدين اخذ شغلات كثير معه المنطقة وامراء وضل هونيك وراح على مصر وغير المذهب هونيك من الشيعة على السنة غير الدنيا مثلا خدم الدولة الفاطمية أسس الشغلة الثانية. فمثلا هذا اللبس وصل لعندهم، هذا اللبس الشامي هذا كتير قريب علينا صحيح. السروال وهذا كتير يعني 100% نعم. حتى كلمة نعم. سيران، أنت منين جايبين كلمة سيران؟ مثلا بالشام بيقولوا سيران، بفلسطين بيقولوا سيران. شو معنى هذا؟ سيران يعني نزهة، كلمة كردية 100% يعني نزهة. حلو يعني بيكنيك بالإنجليزي بيكنيك. بس يعني يعني القنباز الفلسطيني اللي نلبسه احنا بفلسطين اللي هو القنباز او هو يعني البنطلون بنطلون السروال الواسع هو اسيوي هذا اسيوي اتى الينا باكستان هند بيلبسوها نساء والرجال نحن نساء والرجال هو بالتبادل التجاري يعني كان بالسفرات التجاريه التي تحصل ايضا حصل التبادل الحضاري بين الحضارات المختلفه يا فتاثر هالشغله في يعني سؤال من شيرين يمكن يضيف علي، هل هناك في إخراج تلفزيوني؟ هل في مسلسلات وباللغة؟ أنا صار أن خلل تكنيكي ما فيني أنزل الفيديوهات اللي حضرتها من اليوتيوب، بس فيني بعد البرنامج أنزله بالكومنت يس أحط اللينكات مثلاً الزخرفة والخط أو درا في بالسينما مثلاً بي القرن الماضي القرن العشرين السينما أكلا عنده السينما كمان مثلا فيلم الطريق يلمز جوناي أخذ جائزات كان أي بالستينات سبعينات يلمز جوناي فيلم الطريق أو فيلم الطريق وتحاكم عليها وضغط عليها بسبب قوميته وعنا هلا بهمن القبادي أفلامه هلا هلا حاليا وانعرض بتورونتو اخذ جوائز سينمائي جيد يعني بصناعه السينما غير الدرامات وشغلات الموجوده بالتلفزيونات الكرديه القديمه بالستينات يعني بلشوا مسرحياته بالمسرح كثير جيدين بالسينما فتاكيد بيأثر على صناعه السينما بدرجه من الدرجات فافلام بهمن القبادي مشهور جدا بدي أحكي عن التشكيل لأنه أستاذ دارا أرام بتورونتو فنان كندي مشهور هو كردي أوكي أو وعنده استوديو دارا أرام واستوديوهات إذا على الفيسبوك فيني كمان أحطه بتابعه رسام تشكيلي رسام تشكيلي يمثل كندا حلو على مستوى كندا يعني. دارا أرام دارا أرام موجودين من اللي فبشكل من أشكال ساهموا بكل شيء وفينا نقول إنه كلبس كموسيقى بهالدرجة يعني أنا بحث على شفت مؤلفين هون مؤلفين إيرانيين من طهران لما حكوا معي من وين الكرد أنا كردي مثلا من العراق كان أستاذ حسن يوسف زماني كان مؤلف بطهران بالأوركسترا الطهران بزمن الشاه ستينات سبعينات خمسينات فهم عاصروه شافوا هذا أستاذ حسين يوسف زماني أستاذ حسن يوسف الزماني من مؤلفين وموزعين بالأوركسترا الطهران فكان لهم دور كتير كتير بيقدروني وكتير بيحبوا بيقولوا عاصرناه وشفناه وإديش قدمناه الله انتقل لرحمة الله هو بس فأنا فرحت بأنه ساهموا بهالشغلة بالمنطقة مثلا أنا بالادب مثلا عباس محمود عقاد طلع مثلا كتب بالفكر التنوير العربي كردي احمد شوقي انا شو اعرف اسم كردي بالعراق عبد الغني معروف الرصافي عبد الغني معروف الرصافي يعني ساهموا بالشعر بالادب بالكتاب بالكتابه او مثلا البدرخانيين يمكن شايفين هذا اللاست نيم بمصر بدرخاني بدرخاني اوكي بدرخاني هذا بدرخاني. اللي بتشوفه بمصر كثير منتجين سينما منتجين سينما بالسينما المصرية ابراهيم بدرخان فبدرخاني كان عندهم اماره وقت اللي العثمانيه طردهم وقتلهم وهدم الاماره تبعهم هجرهم كمان بعدوا نفي تبعيد فبعتهم على مصر طيب عائله كامله البابانيه لما كانوا بسليمانيه لما نفس الشيء
إمارتهم راحت بالحروب والشغلات، نفس الشيء رحلوهم نفون، فصاروا بمثلا ببغداد. هلا أجيال أجيال دابان لما تحكي معهم بيحكوا عربي ما بيعرفوا كلمة كردية. ثاني جيل جدوا رحلوا، مثل أستاذ ونيس وجماعة جو من 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 أرمنستان على على حلب سي ثالث جنري. إيه يعني يعني أنا صراحة صار حلبي أكثر ما بيكون أرمني. فنفس الشيء هلا البدرخانية نفس الشيء أكثر شيء كان. فأول جريدة كمان أول جريدة كردية الصحيفة بزمن الصحف كان بقاهرة. فنحن نشكر العرب والمدن العربية والحضارة العربية إنه ساعدونا بهالشغلات. يعني ما ننسى هالفضل. يعني ليش ما كان بإسطنبول أول جريدة كردية؟ ليش ما كان بباريس؟ كان بقاهرة. يعني بنشولها فضل والتعاون والتعايش بين العرب والأكراد سمها، وبين الكرد والفرس أو بين الترك والأكراد بالمنطقة مع الأرمن. مثلا كان في وقت ستالين كان في أكراد قسمون أربعة، بس في قسم صغير صاير بجورجيا بجورجيا بجورجيا. فقسم على العراق، قسم على إيران، قسم على تركيا، قسم على سوريا، قسم قليل بجورجيا. بجورجيا شو عمل بوقت الاتحاد السوفيتي؟ عملوا جمهورية داخل جمهورية. فبجورجيا حطوا كردستان الحمراء سموها. ظلت سنة ونص سنتين هيك كردستان الحمراء وشغلات بس ستالين كمان غضب علينا نفس الشيء فكنسلها. فالأكراد اللي بجورجيا يعني هالبقعة الصغيرة نتفة كمان ضاعوا حقهم صراحة. هذا بس كأنه يعني الأسماء اللي حكيتها أستاذ نوروز أسماء كبيرة في ال في ال في الثقافة والأدب. ويعني أنا صراحة يعني زي الآن بقرأ سعاد حسني أصلها كردي. طبعا أحمد شوقي نعرف إنه كردي وهو من أمير الشعراء، أمير الشعراء الفنان إلهام مدفعي. إلهام مدفعي كمان شفتوا بيقول أمي لما كان يتعصب علينا يحكي بلغة ما نفهمه، هم من بغداد فيمكن نفوا أمه وصمها وعائلته نفوه. أمه بتحكي لما تعصب بالكردي تعصب عليهم تبهدلون، فهو هيك بيبهدلنا باللغة ما نفهمه بس نعرف أنه عصبت رجعت الأستاذ محمد عم بيقول أستاذ محمد تميمي مجهور تحية. أستاذ نوروز أحييك على ثقافتك المتنوعة، لست فقط مثقفا موسيقيا إنما أيضا يعني يقصد أنك مثقف في جميع النواحي أيضا بالحضارة الكردية. أنا كان عندي كمان أيضا معلومة طريفة جدا. أن عبقرية الأندلس زرياب الكردي جلب تقاليد موسيقى الشرق الأوسط إلى إسبانيا وأسس آلة العود وقد ذكرنا ذلك. وهكذا اخترع الموشح الأندلسي. وعلى سيرة الموشح نتمنى أن نسمع منك شيئا يعني من الموشحات إن كنت طبعا حافظ شغلة مألوفة على آلة العود. طبعا أكيد. هاي نروح تقسيم أول شيء. موشح لما بدأ يتفنى المشهور جدا. طبعا كل من يدرس الموسيقى لا يمكن أن يتخرج أو يأخذ شهادته إلا عندما يدرس
الموشحات الأندلسية طبعا، وهي طبعا موشحات يعني موشحات بحر، هي طبعا تمتد من موشح بسيط إلى موشح معقد ومركب من ناحية إيقاعية. صحيح. نسرين لك سؤال طلع من الجمهور. تفضل. أستاذ محمد بسألك، بقول لك محضرة أغنية كردية؟ يلا إجا دوري. شوفي. لا والله مش نوروز. نوروز بدوش يغني لنا، ليس لنا. يمكن بالتركي ولكن ليس بالكردي. على فكرة هناك الكثيرين من الفنانين الأتراك المشهورين معروف عنهم أن أصولهم كردية، يعني نعم. الأصوات مميزة جدا أصوات الفولكلور. هلا بتركيا المشكلة أنه كان ضغوطات أكثر على الأكراد كاللغة، كاللغة كاللبس كالكولتشر، يعني حملة من التتريك اللي ساووها العثمانية التركية الحالية مارسها بفترة من الفترة. ولكن هناك فنانة تركية مشهورة. من هي؟ هوليا أفشار. هوليا أفشار. نعم هي كردية. إبراهيم تطلس حتى بداية. صحيح إبراهيم تطلس. هذول من بظن من أورفا نفس ال يعني من أورفا، وأغانيها يعني أغلبية الألحان اللي تسمعها بتركيا خصوصا هذا الطابع الدبكة اللي بيها بيبين إنه يعني الحين بتميزه، حاطين كلمات وأشعار تركية مشان تنشر، مشان كان ممنوعة بدرجة إنه ممنوعة إنه تغني بإيران. نفس الشيء كانت بفترات اللبس مسموح، اللغة ممنوعة. تعرف أدمى اليوم كل شيء ممنوع. أدمى تعلمنا منك. أدمى أخذنا منك معلومات اليوم. لازم نعمل برنامج تريفيا بس نسأل المشاهدين أسئلة عشان حزازين عشان. هاي فكرة في آخر البرنامج نسأل الناس اللي تابعينا من أولها عشان نشوف. نعم. فكرة جيدة يعني. فكرة جيدة. القادم. معقول أنا بأيدكم والله. طبعاً أستاذ عروس أبدعت اليوم. سوري هل. أوكي أبدعت اليوم، كانت حلقة رائعة. كثير أستاذ. أنا نسرين ضايل عندك أسئلة؟ بصراحة أنا يعني حبيت تكون أمسيتنا تثقيفية وأيضا خفيفة الظل على المشاهد ليتعرفوا بها على الحضارة الكردية من جميع النواحي يعني. وحتى يعني أنا كتير سعيدة أنه رحنا دخلنا إلى المطبخ الكردي أيضا. يعني ما فينا نزور ولا أي حضارة إلا ما نحكي عن الموسيقى وال. بعد الكورونا راح نروح ندوق المطبخ الكردي في بس انا حابه احضر عرس كردي، انا لازم حدا يعزمني على عرس كردي. انا كنت كتير حابه اسالك نوروز على الاعراس الكرديه، هيك على بعض التقاليد يعني الطريفه. هلا اول شيء الطرح اللي بيحطوها على العروسه يمكن عندكم كمان نفس الشيء، بيكون احمر مش ابيض. احنا ابيض. لا احنا احمر. هلا في مسلسلات تركيه بتشوفوها هلا مدبلجه، بل لما بشوف العرس بالدراما بيكون الطرحة أحمر، هذا بيحكي عن قصة كردية أو السيناريو هذا كردي، أو القصة أو الضيعة اللي عاملين الممثلين هذا قصة كردية، لأنه بس الأكراد بيحطوا طرحات أحمر. هذا ميزة أساسية، ولهلا بيساووا نفس الشيء. أو في هلا تغيروا طورت تعرفون النسوان بيطوروا شغلات، هلا بدال الطرحة وهذا بيحطوا على وشون بيحطوا حزام أحمر، يعني شوية تفننوا بها المعاصرين العروسات المعاصرات. والزفة النسائية، هل لديهم زفة نسائية كمان أيضا؟ هل لديهم زفة نسائية؟ مثلا قشات أحمر بدل الطرحة، وبيكون طرحة أكثر يعني العروسة. ثاني شيء دفكات جماعية العروس والعروسة، رقصات منفردة قليلة يمكن هلا صارت أخذوها، وبس عادة دبكات. دبكاتنا في منهم من يسار اليمين، في منهم من يسار لمين، غريبة على إيقاعات مختلفة. أكلات ما تتصورون. ماذا عن لباس البشمرقة الذي يكون حاضرا في جميع الأعراس؟ هو المسألة هذا كيف جاي مثلا بقول لباس البشمرقة، هو هذا لباس كردي، فالمقاومة الكردية المسلحة
كان بيلبسوا الملابس اللي بيصل لجبل، فتلبس شو تلبس يعني جنس ما بتلبس جنس، تلبس ملابس اللي مناسبة للجبل، مثلا أجدادك لبسوها جبل تطلع وتطلع، ويعني دبابة تركض وراد، طيارة تركض وراد، جيوش رايح. فهذا فاللباس بنقول لباس البيشمركة هو لباس الكردي الأصلي، هذا السروال وهذا. فتختلف في منهم للشتاء عندهم معاطف تصنع من الصوف المكبوس، يعني حتى الطلقات ما مثل الدرع صايره تقريبا مثل الدرع، يعني اذا بتكون مبلوله هذا للرعاة كمان يلبسوها بالجبل، لانه شتاء جدا قارس انا يعني ماينس 30 يعني ناقص 30 ناقص 25 يعني ثلج، هناك ثلج ساقط ثلوج، انهيارات ثلجيه بالجبل كمان. فانت لازم تكون مستعد. فلبس البيشمركه هذا كان بنقول البيشمركه يعني فدائي، يعني كيف بمقاومه الفلسطينيه عندكم فدائي، البيشمركه يعني فدائي، جريلا يعني فدائي، يعني المقاوم يعني هي صار وهناك ايضا الحنه، هناك ليله الحنه ايضا في ليله الحنه عنده قبل العرس والدفكات الحنه بيستخدم. انا التفاصيل هذا تقريبا بعرف بس صحياد عليها، ما بعرف شو بيصير، بس احنا بنحب نعرف يعني اهم شيء انه في ذبائح وولائم اهم شيء الاكل استاذ زمان أهم شيء الأكل وال في بالطريقة من بعرف العرس القديم كانوا العريس كان بيجيب شغلة مثل عصا طويل وعليها مزركشات وشغلات، وبيحط مثلا كاندي وحلويات عليها بيرش على العروسة. حلو. أول استقبالها حلو، معلومة كتير حلوة. ثلاث مرات، فهي أي موجودة بدرامات قديمة كردية، بس سوري على الخلل اللي الكمبيوتر ما في ما. It's okay، إحنا راح نشجع جمهورنا يروح على الكومنت. يعني قائمة من أنواع الموسيقى، دراما، شغلات، مسرحيات قديمة. أبدعت أنت أبدعت اليوم. شكرا أستاذ، شكرا. كفيت ووفيت زي ما بحكي. إن شاء الله. أنا حابب استمتعت بالبرنامج أستاذ. حابب أشكر شيرين، اليوم كانت متميزة. إحنا حنسوي كل حلقة نسمي ستار متابع، المتابع ستار أو ستار فولوورز مش عارف هذا. اليوم كانت شيرين من الناس المتميزين، فعلا أعطتنا معلومات جميلة، كانت دائما معنا شيرين. وإن شاء الله شيرين. شكرا أتمنى خير وبركة دائما، الله يخليك. في نهاية لقائنا بدي أعطيك آخر دقيقة، إذا نسينا شغلة نسألك إياها حابب تحكي فيها، إذا حابب توجه رسالة للجمهور تفضل. حابب أوضح شيء تاني مريت عليها، أغلبية موسيقين القدماء وشعرائنا القدماء بزمنها يعني 500 سنة قبل أو 600 سنة كان بيكتبوا أشعار، مثلا أربع أبيات، بيت الأول ثاني ثالث، بيت الأول مثل كردي، ثاني تركي، ثالث فارسي، رابع عربي. جميل. في عنا دواوين هيك مثلا نالي وهذا، في دواوين هيك كاتبة، فهذا كان منافسة على أنه بيعرف أربع لغات ومخلص 12 علم بيهم بكل منطق ورياضيات وشريعة ونحو وما بعرف كل شيء، هذا تنقرأ بالمدارس الدينية، فكان بياخذها، فلازم يبدع بهذا الشغلة كمان، يبدع ويعمل يعني يكتب أشعار. بالأصل الحديث أنه مثلا أستاذ أرمان قرداغي من عائلة دينية، هو اللي علمنا الموسيقى، هو كان عازف أستاذ، تحياتي له وأنا بشكره أنه علمنا الأدب وأخلاق وموسيقى. أستاذي ثاني أستاذ صلاح رؤوف نفس الشيء، هو عائلة الشيخ أبوه الشيخ رؤوف. نعم. أستاذ صلاح نفس الشيء مع عائلة الشيخ، بس يعني لأنه المجتمع الكردي بيحب الموسيقى، يعني شعرائنا الشيخ حسيب القرداغي الشيخ، يعني هذول معاصرين لهال مغلم عائلات دينية، عائلات صحيح. دينية أولادهم طلعوا موسيقيين، وشفت مع مثلا الشيخ رؤوف مثلا الأستاذ أنور بيقول أبي ما منعني إنه أتعلم موسيقى وعلمنا. فبشكل عام المجتمع الكردي منفتح على شغلات مثلا شعر، كتابة، موسيقى، رقصات، منفتحين يعني بيعطوا هال من رغم الضغوطات مثل ما قلت لكم كان ساحة حرب بين التقاء الامويين عباسيين، امريكا عراق، عراق امريكا، الصفويين عثمانيه، ساحه حرب صحيح منطقتنا هذا وادي الرافدين ساحه حرب بين كل شيء. ف رغم هذا ظلت هذا اللغه
مثل ما هو والأكراد من القوميات بالمنطقة أنه أخذوا الدين ما أخذوا اللغة. مثلا في مصر أخذوا لغة ودين. نعم. الأمازيغية كمان نفس الشيء أخذوا لغة ودين. نحن أخذنا بس الدين ما أخذنا اللغة. ما ظلت مثل ما من هالقوميات. وشيء جميل يعني هذا رائع أنكم حافظين. يعني من هذه الحلقة يعني بيصير الحضارة غنية أو صحيح. هذا ما كنت سأقوله أن من هذه الحلقة نستنتج أن المجتمع الكردي هو مجتمع منفتح والأكراد يحبون الموسيقى، شعب مثقف يحب الحياة، لديه ما يكفي من الانفتاح الفكري والثقافي، يحتضن كل الشعوب التي حوله ومن حوله يحتضنونه. أنا فعلا بدي أشكرك أستاذ نوروز على هالمعلومات القيمة اللي فعلا أثريتنا بها هذه الليلة. شكرا لك. شكرا كثير أستاذ. شكرا. باسم كنار تي في، باسمي ونسم نسرين، نشكرك كثير على تلبية الزيارة. شوي كان في عندك المشكلة التقنية انه كان محضر لنا شوية فيديوهات. اي والله عشان يحضر لكم اياها للاسف. طب نسمع لايف. صار فيها مشكلة، حنسمع في النهاية اللايف. حابب اشكر مرة تانية الاستاذ نوروز. بذكر الجميع بحلقات يوم غدا ان شاء الله الساعة 7 حيكون معنا نادي الكتاب مع محمد عيسى، والساعة 9 حنكون عن رواد الأعمال مع الأستاذ محمد التميمي، فكونوا معنا في حلقتين متميزتين غدا. أستاذ نوروز في نهاية الحلقة حابين نسمع إشي يا إما على الفيولين يا إما على اللي بتحبه. يلا اللي بتحبه. على ذوقك، على ذوقك. أعزف لكم مقطوع أغنية كابوكي، إنه الفنان المصري إنه عزفها كمان مع إيرلندية. كابوكي اسمه. Thank you.